شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفة رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي جودان هي جودان يمكن اللي صار غريب اني اكون عايشه هو عن جد صدمه بالواقع كان مدهش اني ضل عايشه بعد كل هالاحداث اللي صارت معي يمكن لهذا السبب الناس ما تصدقني وقتها بعد ما النار شعلت بتيابي وقعت بنهر النار اللي كانت بجسمي انطفت بس عانيت من حروق كتيرة لقاني شخص من ضيعة قريبة هنيك قام هو استخدم بعض الأعشاب الطبية مشان يعالج لي حروقي بس كنت بوقتها بغيبوبة بتذكر لما رجعت لوعي ما كان في غير اسم واحد كنت عم قوله أليشا لكون صادقة كنت كتير متضايقة كنت معصبة بس استمر هالشي فترة كتير قصيرة لوقت ما عرفت غلطي أعطتني الحياة فرص كتيرة أنقذت حياتي مرات كتيرة بس ما كنت استفيد منها كل اللي صار كان بسببي وهلأ بعد ما عطتني فرصة تانية بدي صحح أغلاطي بدي أرجع عايش مع بنتي وما أتركها لحالة أبداً وعامل الكل بمحبة أنا بدي واجه أغلاطي وأرجع عايش بهدوء وأترك كل المشاكل وهي أميرتي بنتي الصغيرة يلي بحبها هي ما عادت صغيرة بدي بلش حياتي معها من جديد ليش ما أجيتي لحتى تشوفيني كل هالأيام؟ كيف ممكن إني واجهك أليشا؟ ما عندي أجوبة على أسئلتك هي أبداً يعني أنا كنت متأكدة إنك رح تعرفي الحقيقة شو كنت بدي أقول؟ يعني كان هالشي محرج لهيك اختفيت شو؟ رحتي وتركتيني؟ كنتي حوالي ومع هيك ما رجعتي تشوفيني كيف قدرتي تعملي هيك؟ انتي بتعرفي قديش كان هالشي صعب علي؟ كتير كنت مشتاقة لك كان هالشي أصعب علي بكتير يا حبيبتي بس بهداك الوقت ما كان عندي خيار تاني رجعتي لي وما رح تحيجيني لحدا بوعدك أكيد رح فوز دايماً بهي المنافسة القوية دائماً أنا مبسوطة لأنك رجعتي ماما لازم أرجع وخاصة فيكرانت صار شخص سيء كتير كان لازم أني وقفه هو ضايقكن زعجكن كتير كان رح يأذي جدان اللي اهتمت ببنتي اهتمت فيكي كأنها أمك الحقيقية
اعتبرتك بنتها وحبتك. كان لازم حل هذا الموضوع قبل ما يصير مشكلة كتير كبيرة، لأنه ما كان عندي خيار ولهيك تصرفت. شكراً كتير ماما، لو ما أجيتي بالوقت المناسب ما بعرف شو كان صار. بهداك الوقت كان الحل الوحيد قدامي هو إني روح بنفس الطريقة. اليوم ما كان عندي خيار إلا إني أرجع. رجعت كرمالك، ما في شي بيهمني بالحياة غيرك، سمعتيني؟ اصحك، ما تكذبي أبداً أنترا. تماماً مثل هديك المرة أنت إجيتي لهون لتدمرينا بعد ما كسبتي ثقتنا من خلال تأليف القصص. كل يلي عم تقوليه كذب أنترا. كل شي بالعالم ممكن يتغير، بس أنت مستحيل تتغيري، وأنا بعرف هذا الشي منيح، لهيك لا تحاولي أبداً ولا أي شخص رح يصدقك، فهمتي؟ أكشت لو سمحت اسمعني شوي، بترجاك توثق فيني. لا، ما تتجرأي أبداً. أكشت ما قال أي شي غلط أنترا، نحن ما تمنينا لك أي شي سيء، يلي صار كان مجرد حادث. عطتك الحياة فرصة جديدة وهي أنقذتك، تعرفي منيح هالحكي. أنت مانك ناوية إنك تمشي على الطريق الصحيح ورح تضلي هيك مثل ما أنت، وأعمالك هي يلي خلتك تصيري شريرة. ما في داعي أبداً إنه نسمعها أليشا، تعالي. أنت كنتي تقولي إنك شخص سيء، صح؟ خليتينا نقتنع إنك شريرة وبدك تنتقمي منا، ممكن تقليلي شو هاد اللي عملتيه كل حياتك؟ أنت شو كان هدفك بالضبط؟ حتى أجي وحماتي خدعتيهم كمان، طيب ليش كل هاد؟ أنت ما احترمتي أي رابط؟ أنت لقيتي نهايتك لأنها كانت عقاب على أخطائك كلها. هلأ لازم تستفيدي من حياتك الجديدة وترجعي للمكان اللي اجيتي منه، وحتى ما عاد تمثلي قدامنا أي شيء، لأنه ما رح نرجع نصدقك لو شو ما حكيتي وقد ما مثلتي علينا، فهمتي ولا لا؟ أنا رجعت وما عندي أي نية سيئة تجاهكم، ما عندي دليل غير الشيء اللي لازم أقوله لدافع عن حالي. بالحقيقة عندي دليل، عندي دليل فيكرانت. أنا اللي قتلته، لو كان بدي انتقم كنت تركت جودان تموت، ليش لحتى أنقذها؟ ليش لورط حالي بالقتل؟ ليش لحتى أعمل هيك؟ ما عندي أي سبب. أمي معها حق تماماً أكشات، ما شفتها كيف قتلته لفيكرانت؟ هي حررتني من الزلمة اللي خلى حياتي عذاب، أنقذت حياتي. شرطة؟ أجي، لما فيكراند أخذ حماتي معه وأنا اتصلت بالشرطة ليجوا. فحصوا المكان والجثة. حاضر. وبعتوها على الطب الشرعي. أمرك سيدي. رح أسألك بعدين، أنت كيف لساتك عايشة؟ وهلأ أنا عندي سؤال ضروري أكتر، هلأ أنت اللي قوصتي السيد في جراند كويل وقتلتيه؟ بترجاكي جاوبيني. يا مدام رافات، سكوتك عم يحكي شغلات كتيرة. أخذت جوابي. سيدة أنترا، لازم أقبض عليكي بتهمة قتل السيد في جراند كويل. بوض عليها. لا لا لا، استنى، ما فيك تقبض عليها. لو سمحتي منعيهم ماما جودان. أكشات لو سمحتوا منعوهم، أرجوكم إنه تتدخلوا. لا ما رح خليها تنحبس، لو سمحتوا اعملوا شيء. استنوا،
السكوت مو دائما بيعني كلمة نعم سيادة المحقق. أنترا مزبوط هي قتلت فيكرانت، بس هي ما عملت هاد الشي غير لحتى تنقذنا كلياتنا. لو ما عملت هيك كنت رح تلاقينا كلياتنا ميتين هون. خليها تروح. لازم تضلوا على اتصال معي مشان التحقيق بالموضوع. امشوا. لو سمحتوا ما تفكروا اني اجيت لهون لحتى انتقم من اي حدا فيكن. انا بس كنت بدي اشوف اميرتي الصغيره، كنت بدي عانقها. هذا السبب الوحيد لرجعتي. وفيكرانت، الشي اللي عمله فيكرانت كان بدي عاقبه على كل اعماله. وهلأ بعد ما حققت هدفي رح روح. أنا ما أجيت لهون لحتى تقبلوا ترجعوني على حياتكن. بعرف إنه مو مرحب فيني بهذا البيت، لهيك ما تقلقوا رح روح. أنا كتير آسفة عكل اللي عملته، أنا عن جد آسفة، وأنا بعتذر منكن. أنا بتشكرك جدان لأنك أنقذتيني من الحبس. رح روح. شو قصدك أمي؟ لا لا تروحي، أنتي لسه هلأ أجيتي، ما بدي أخسرك مرة تانية. لو سمحتي ضلي، لا تروحي لا تروحي، خليكي معي هون. ما في مجال. بس أنت اعتذرتي منهم، أنت اعتذرتي من الكل، مو اعتذرتي منهم. أنت ما عم تفهمي، الاعتذار ما رح يفيد أبدا. أنا غلطت بحق هدول الناس بشكل كبير، الاعتذار ما بيصلح شي. حتى خسرت حقي بإني صلح غلطي. بس أنتي أمي وأنا أميرتك، شو بدك أكتر من هيك؟ أنتي أميرتي ورح تضلي دائما أميرتي، بس أنا لازم روح. لو سمحتي ما تروحي. ماما جودان، أنتي دائما كنتي تعلميني إنه كل شخص عنده جانب منيح. أمي اعتذرت منك بصدق، ما رح تعطيها فرصة تانية أبدا. لو سمحتي، أنا شفت أمي بعد كل هالسنين، لا تخليها ترجع تروح. لو سمحتي منعيها تروح. أكشات، لو سمحت خلي أمي تضل معنا مثل ما ستي معك، بدي إياها تضل. لو سمحتي لازم تفهمي، لما تصيري صبية كبيرة، لما تكبري رح تفهمي شو هي دوافعنا. دوافعي ودافع جدان ودافع أكشات. أنا عن جد آسف، لازم روح. إذا بتروح أمي أنا رح روح معه. أليشا، أنا شفت أمي بعد كل هالسنين، ما فيني بعيد عنها. لا لو سمحتي. بفهم الرابط يلي بين الأم وبنتها، ما قدرت أعيش حياتي منيح وما كان عندي الوقت الكافي، وبعرف كيف بحس الواحد لما يفترق عن أمه ويعيش بعيد عنها. ما رح خلي بنتي تفترق عن أمها أكتر من هيك. أليشا، بعرف بشو عم تحسي، بس ما رح شوف الخير من أنترا وما رح فرقك عن أمك، وما فيني أبداً سامح أنترا بكل سهولة عالشي اللي عملته. رح أسمح لأنترا إنه تضل ببيتنا ليومين، كرمالك أليشا. ليكي أنترا، فيكي تضلي ببيتنا مشان تعطي الحب لبنتنا. No.
فيكي تعطيها. حب الأمومة يلي هي بحاجته مني. معك يومين أنترا مو أكتر، بعد ما ينتهي الوقت تبعك ما فيك تضلي ببيتنا ولا لحظة، وطبعاً بدون أي مشاكل وبدون أي مؤامرات رح تروحي من هالبيت بعد ما ينتهي اليوم يلي اتفقنا عليه. بعد هاليوم ما رح تحاولي ترجعي على حياتنا نهائياً. مفهوم هذا الكلام أنترا؟ تمام هيك ولا لازم اشرح أكتر لحتى تفهمي علي أنترا؟ شو موافقة؟ شكراً. بالنسبة إلي هدول اليومين بيعادلوا عمر. شكراً كتير، ما رح أنسى أبداً طيبة قلبك. أنا رح أعيش يومين مع أميرتي بفضلك، هي هدية كبيرة. أنا بقبل شروطك. شكراً كتير. أنا ما قدمت لك أي هدية، بالنسبة إليك هاد مانو غير درس لتتعلمي، وبطلب منك بعد هاليومين تروحي من بيتنا بدون مشاكل وبدون خطط خبيثة تجاه أي شخص من عيلتي. عيلتي اللي رح تعطيكي فرصة تانية لتعيشي مع بنتك أنترا. شكراً كتير، ما عندك فكرة قديش ريحتيني وعطيتيني سعادة كبيرة. انتي أحسن أم بالعالم. شكراً أمي. رح نبقى مع بعض بغرفتي. عندي كتير شغلات بدي خبرك إياها. أنا اشتقت لك كتير، أنا كتير بحبك. طيب أنترا، كرمال أليشا، بسمح لك بس كرمال أليشا إنك تضلي ليومين بقصر جيندال لحتى تعيشي مع بنتك، بس عندي شرط واحد كمان. ريفتي! ريفتي! تعالي لهون. شو في ايجي؟ لك شو هاد؟ انت كنت تعاملي اختك بشكل كتير سيء لكذا شهر قبل هلا. انت ما عطيتي شيء غير الكراهية والحقد والإهانة كمان. لك هذا الشيء يعتبر جريمة كبيرة انت ارتكبتيها بكل المؤامرات ضد لأختك جدان. بس بكفي بكفي، هذا الشيء دمر حياة أختين، والحقيقة هي انه أنجاد ما مات بسبب لجدان، مات بسبب أنترا. وهلأ رح تخبرك أنترا بنفسها كل شيء صار وقتها، الحقيقة الكاملة لموت أنجاد. أنترا، قولي لريفتي الحقيقة هلأ، قولي لها الحقيقة. كنت عارفانة إنه لما فوت على هالبيت لازم أحكي شو ساويت، لهيك أنا رح أحكي كل شي من البداية. أكشات معه حق، بالحقيقة اللي صار جدان حاولت تنقذ أنجاد مني. أنا طلبت من رجالي يقتلوه
بعد ما أنقذته قدانه قبل ما يوصل على البيت. أنا عن جد كتير آسفة. أنا هلأ رح أقتل. رفتي رفتي لا لو سمحتي افهمي. بس أنا اللي قتلت أنجاد. مو كل حقيقة منسمعها بتهدي القلب وبتريحه. في حقيقة ممكن تكسر قلوبنا. مثل ما بتعرفي، لما منحط مرهم على الجروح بيوجع بالبداية، كتير بيكون بيوجع. بس نحنا إذا حطينا المرهم على الجرح وتركناه لفترة، هالجرح بيشفى. ما كان بدي أأذيكي ولا قدراني إني أأذيكي، وبخصوص أنجاد ما قدرت حتى فكر إني أعمل شي بشاع مثل إني أقتله. أختي، هلأ أنتي عرفتي الحقيقة. السؤال هو إذا أنتي صدقتي هذا الحكي ولا لا. ريفتي، أي حقيقة هي قدام؟ بغض النظر، لما يفصلوا حبيبين ممكن يكون هالشي بيوجع. بس ما إنك ما قتلتي أنجاد وأنت هي اللي قتلته، شو يعني هالشي؟ ريفتي، هالشي ما رح يرجع أنجاد أبداً، وما رح يغير حقيقة إن العداوة اللي بينك وبين أنترا سببت بموته لأنجاد. يعني شو الفائدة هلأ؟ أنجاد ميت وما رح يرجع لو شو ما حكينا. أختي، مو هالشي بيضحك جدان؟ فكري شوي، حتى حياة أكشاد كانت بخطر، بس بالأخير مين يلي انقتل؟ جدان، هذا الحادث هو جزء ما بينمحى من حياتنا وما فيني انساه أبدا، ما فيني سامحك عليه أبدا. أنت كمان مسؤولة عن موته لأنجاد، وما حدا بيقدر يمحي هالشي. ليش مستحيل ينمحى؟ قدرت أنسى اللي عملتيه فيني. ليش لحتى تتهمي جدان بقتل أنجاد مع أنها حاولت تنقذه؟ جدان ما ارتكبت الجريمة اللي عم تلوميه عليها. وبرد بأكد لك إنه أختك جدان ما دخلها بالموضوع. وأساساً أنا سامحتك على جريمة العقاب بالموت تبعك، جريمة إنك حاولتي تقتليني. شو عم تحكي ريفتي؟ حاولت تقتلك؟ وهي كمان قلبها قاسي، حاولت تقتلني بطريقة كتير بشعة، وكانت رح تنجح تقريباً. ريفتي، أنترا شو عم تحكي؟ أنترا عم تحكي الحقيقة جدان. تعرفي جدان، لأول مرة بحياتي ما عندي شي أخسره. كل هالشغلات مثل الكره والحب ما بيهموني. بعرف يمكن عم تلومي حالك لحد هلأ، كيف صار هالشي معك؟ أنا فكرت إنك أنت خططتي لتقتليني، ويمكن هذا اللي كان واضح من خلال كل اللي صار. بس الحقيقة هي إنه أختك ريفتي حاولت تتخلص مني، وهي ربطتني بإيدها هنيك وقتها بعد ما ضربتني على راسي وفقدت الوعي. كانت فكرتها تعطيكي السهم، هي خلتك تكوني القاتلة. بس كانت خطة هي اخترعتها، إنه أنتي تقتليني وبعدها يتهموكي فيني. هي كانت خطتها. أنتي كنتي مفكرة إنك صرتي قاتلة بسبب ريفتي. ريفتي
تعرفي رافتي، ما في فائدة إنك تكرهي حدا. أنا سامحتك وحاولت كمل حياتي، أنتي لازم تعملي نفس الشي، وأنا رح ساعدك، رح وقف جنبك وثقي فيني. بتعرفي لما صرت كتير قريبة من الموت فهمت إنه أكتر شي مهم بهاي الحياة هو الروابط، وما في شي مهم أكتر من هيك. صدقيني رافتي، الطريق اللي ماشية فيه رح يخسرك رابط، يمكن أنتي ما تفهمي أهميته، بس هو كتير مهم. اللي عم تعمليه مو صح. أنت رح هدول الأفكار الإرشادية السخيفة ما بتناسبك أبداً أبداً. الشي اللي عملتو فيني أنتو التنتين ما فيني إنساه أبداً. لا بالحقيقة أنا كمان ما بدي إنسى. أنتي سامحتيني كتير منيح قدان، إذا بدك تبعتيني على السجن تفضلي ما بيهمني، بس تذكري شغلة واحدة، رح أكرهكن أنتو التنتين طول عمري، تمام؟ أنتي أنترا وحتى أنتي قدان. ليش هيك عم تعملي أنترا؟ معك حق جدان، بعرف إنه هالشي صعب عليكي لتفهمي هالشغلات، بس أنتي بتعرفي إنه هذا الكره، هي الغيرة. أنا انتهيت، صارت أمنيتي الوحيدة هي إنه نكون كلنا. لازم تتذكري هدول النقاط. اسمعيني منيح، أول شي أنتي ما فيك تضلي عنا هون أبداً. تاني شي أنا وعيلتي منعرف كتير منيح طبيعتك الحقيقية، لهيك نحنا ما فينا نسامحك. إذا في أي شي تاني رح نخبرك فيه، بس هلأ تذكري هدول الشغلتين. مسموح إلك تضلي هون بس ليومين مثل ما قلتلك، هذا درس بالنسبة لإلك أنترا. تذكري يلي رح أقوله، رح تقضي هون إجازة قصيرة وما رح تعملي أي مشكلة، ماشي؟ عملنا هالشي كرمال أليشا وبس مو أكتر. لو سمحتي قضي وقت مع بنتك، عطيها حبك، اشرحي لها إنه ما فيك تضلي هون، لأنه لما الأم بتشرح هذا الشي لأولادها أكيد رح يفهموها، لهيك بدي إياكي تفهميها. وإلا فيني استخدم القوة وطالعك من البيت، ورح ألجأ لهالشي إذا لزم الأمر، وصدقيني بعملها. إذا أنا اضطريت، هذا وعد مني أنترا إنه طلعك بالقوة من هذا البيت، أو بتلتزمي بالشروط. اتذكري إنه جدان عطتك فرصة. لحظة أنترا. نحنا مبسوطين فيكي، انتي الشريرة اللي خدعت الموت، لك انتي رائعة عن جد. مو معقول شو رائعة؟ أنا كتير بحترمك ورح كون خادمة إلك دائما، صدقيني شو ما بدك رح أعمل لك. إيه أنترا أكيد، انتي فيكي تساعدينا، ساعدينا أنترا، ساعدينا لو سمحتي. شو عم يصير هون؟ شو عم تعملوا؟ نحنا مانا غريبين بالنسبة لإلك، ما تكوني قاسية علينا، نحنا منحبك كتير. نحنا منحبك كتير. وقفوا، قوموا. أنترا، أنتي وصلتي بالوقت المناسب، دخولك على هالبيت كان مفاجأة حلوة كتير، صدقيني كانت أزكى حركة من حركاتك. رائعة رائعة بكل معنى الكلمة. لا مو معقول. قصدي خلص اسكتوا لو سمحتوا، هلأ إذا أنتوا بدكم تقولوا شي. أنترا، أنتي ما عم تفهمي علينا، هلأ نحنا كنا بحاجة لحدا يقدر يساعدنا إنه ندمر حياة إيجي وجودان، وكانت الحياة لطيفة كتير معنا لما أجيتي أنتي بالوقت المناسب، لما رجعتي على البيت. بقصد إذا ما كان حظنا الحلو هيك بده، فشو رح يكون غير هيك؟ ها؟ أنترا، بعرفك عم تمثلي، عم تمثلي إنك تغيرتي، كملي تمثيلك، عملي خطة حلوة، لأنه أنا بعرف إنه مرة خبيثة مثلك ما رح تتصرف صح بنو، بس ما تقلقي أنترا، نحنا معك دائماً عطول. شكلك ما صدقتيني، نحنا ما رح نسألك شي ولا حتى أي شي. أنتي مفكرتيني عم بسأل إني تغيرت؟ تعرفي شو؟ صراحة هذا غلطي، بس رأيكن ما بيهمني، ما رح ساعدكن تعملوا شي سيء. أنا مليت من إزعاج اللي حواليه بأعمال بشعة،
وخاصة الثنائي أكشات وجودان عن جد. أنا مليت. ماشي؟ حرامي ممكن يبطل عن السرقة، بس مستحيل يبطل إنه يخدع الناس. أنترا، بعرف إنك إجيتي لهون لتزعجي يا لجودان. شفت كيف؟ أنا بعرفها. أنترا، أنترا اتركي إيدها، اتركيها أنترا. شو عم تعملي؟ أنا متضايقة من الشيء اللي مفكرينه. أنترا لأنه أنا تغيرت. أنترا إيه؟ ما تحاولوا إنكم تنسوا هالشي نهائياً. أنترا اتركيها. ما بسمح لكم، عم تفهموا علي شو قلت؟ لا 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 لا، خلص خلص، ما رح ننسى أبداً. وبخصوص موضوع إزعاج أكشات وجدان، أنا يعني تمام 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 تمام، أنا مليت، فهمتوا؟ تمام. بسيطة سليمة. شكراً. ألم؟ روحي واحكي معه. أنا متأكد إنه هي تغيرت وصارت حدا منيح، بس هي أفعالها لساتها نفسها. أنا بعرف إنه أنترا ما تغيرت أبداً، وبهالطريقة يلي أذت فيها إيدي بتأثبت هذا الشيء. أنت بتفكري زيادة بالأمور بدون سبب. بعرف. الطريقة يلي حكت أنترا فيها مع بارفو سارو بتثبت إنه هي تغيرت. إيه بس بعدين هي مسكت لإيدها لسارو وأذتها كتير. دورجا، أنا ما عم بفهم أي شيء. إذا الواحد تغير كيف ممكن يكون خطير كتير لهي الدرجة؟ كيف هالشي ممكن؟ أنا ماني متقبلة حقيقة إنه أنترا تغيرت. مستحيل أنسى الشيء اللي عملته بعيلتي. وجودها بخليني ضل خايفة من مشاكلها اللي كتير سيئة. نحن ما فينا نرجع نصدق أنترا بهالبساطة يا ستي. لازم نكون حذرين منها هالمرة. دورجا، بتمنى من قلبي إنه أنترا ما تخرب حياة إيجي وجدها. مجرد ما تقرر إنها تزعجنا ما رح يكون سهل إنه نخلص منها. لازم تضل عيوننا مفتوحة عليها. أكشات؟ ما في داعي لهالشي، ماني بحاجة لكل هالشغلات. ليش ما في داعي؟ شبك؟ أنت بتعرف قديش خطيرة إصابتك؟ الرصاصة صابتك بإيدك، قال الدكتور إنه ممكن تلتهب، ضروري إنك تاخد أدويتك. يلا لا تضايقني، خد الدواء تبعك. لو سمحتي، ماني بحاجة لأخد أي دواء هلا. ماشي، ما رح تاخد الدواء لحالك. طيب يلا افتح تمك، مو مشكلة. يلا جدا لو سمحتي، ما تكوني عنيدة. أنا رح أعطيك الدواء تبعك بإيدي، افتح تمك. يلا يا أكشات افتح. ما في مهرب منك. كتير منيح. لحظة. هلأ استنى وشوف كيف بسرعة رح أطيب. هلأ برجع لك. عادي شوي. ليش عم تحاولي تتصرفي بشكل طبيعي لهي الدرجة؟ أنترا عملت كل جهدها لتدمر عائلتنا، ومع هيك أنت سمحتي لها تبقى هون. هلا بفهم هالشي، بعرف كتير منيح أنك عملتي هيك كرمالة لأليشا. الشي اللي ما عم بفهمه هو يلي لازم تحسي فيه، لازم يكون هذا الشي عن جد صعب عليكي. هديك المرة كتير سيئة. أنت لأيمتى بدك تكوني منيحة قدام؟ ما عم بفهم عليكي أنا. هي أذتك، ما لازم تكوني متسامحة. أكشات هدي حالك، شبك؟ حاول تتحكم بمشاعرك مثل ما عم بعمل. تصرف طبيعي، انت كمان لازم تعمل هيك كرمال أليشا. بعرف انه أليشا بتحبنا انا وياك، بس هي كمان بتحب امها يا أكشات. كان ضروري انه اعمل هيك كرمال أليشا. انت بتعرف انه انا سمحت لأنترا تضل هون ليومين بس كرمال سعادة أليشا، ما هيك؟ بس انا هالمرة ما رح اوثق فيها ابدا. وأنا ما فيني أوثق فيها أبداً، هذا الشيء أكيد، بس ما فيك تنكري حقيقة أكشات إنه في خطر كتير كبير علينا لأنه سمحنا لأنترا تضل هون بالبيت كرمالة لأليشا. طيب،
في شغلة واحدة منيحة صارت على القليلة. ريفتي عرفت الحقيقة بخصوص موته لأنجات، وهالشي منيح. ماشي طيب، بس هلأ أنت عم تفكر كتير وما بصير هيك. هلأ أنت لازم ترتاح، يلا حاول إنك ترتاح شوي، منحكي بهذا الموضوع بعدين. يلا إكشات؟ أنا عن جد كنت كتير خايف، لو صار لك شي ما كنت رح سامح حالي. أنت السبب لأني عايش هلأ، أنت السبب جدان لأني عايش. إكشات شبك؟ اسمعني شوي، أنت نسيت أنه أنا مستحيل يصير لي شي وأنت معي وكل عيلتي كمان جنبي؟ طيب ليش أنت خايف؟ أنت بتعرف أنه أنا عندي ثقة كبيرة فيك، طول ما أنت جنبي مستحيل يصير لي شي. أنا بأمان معك صح؟ أنت خايف لأنه أنترا رجعت؟ تعرف أنه صارت الأمور معقدة بعد ما رجعت أنترا؟ بس هاد الشي منيح كتير، كل شي رح يرجع طبيعي من جديد. أنت بتعرف أنه أنترا ما فيها تأذينا نهائياً، ما فيها تفرق بيناتنا أبداً أبداً جداً. بما أنك ما أجيتي على غرفتي أنا أجيت لعندك، أنا اشتقت لك كتير أمي، في كتير شغلات بدي خبرك ياها واشتقت عنك لما نام. شبك أمي، في أي مشكلة؟ شوفي. المرة الجاية ما تتجرأي إنك تنادي لي أمي، بكره هذا الكلام التافه، فهمتي علي شو عم أقول؟ بين شكلي مثل الأمهات؟ أه؟ أنا ماني أمك، فهمتي؟ ليش هيك عم تقولي أمي؟ شوفي شو قلت لك هلأ، ما تنادي لي أمي، أنا ماني أمك الحقيقية. تعرفي شو تعملي؟ يلا تعي لهون، راح أحكي لك قصة حلوة. لو كنتي بالتسعينات فأنتي ما بتعرفي قديش هالقصة ناجحة كتير. وقتها كنت عم بمشي بحارة معزولة بالليل، وقتها كنت عم بمشي وكان طريق طويل كتير، سألت حالي كيف بدي أخدع إكشات، ما قدرت فكر بأي شيء. صراحة حظي كان حلو، لقيت سلة على الطريق وجنبها بنت كتير صغيرة، سمعت صوت كان مثل صوت محول كهرباء قديم، كان صوت مزعج، حدا عم يبكي. شفت بنت لطيفة هنيك، طفلة حملتها بين إيدي هدول، أنا ما صدقت حالي بوقتها. كان بدي استخدمك لتطالعي هدول الأغنياء التافهين برات البيت، كان بدي انتقم منهم. فكرت إني رح أرضك ضد أبوكي لما تكبري، بعدين رح تكوني وسيلتي لحتى أحصل على هدول الأملاك وكل المصاري. يعني أنتي كنتي وسيلتي. لهيك لما رجعت هديك المرة كنت عم خطط لأستخدمك كبديل إذا صار لي شي، وخبرت سارة صوتي عنك، وشفتي شو عملت؟ اعتبرتك جدان كأنك بنتها، هي تقبلتك وصارت أمك عن جد. بس أنا ما ربيتك كرمال هذا الشي، كان لازم تكوني إلي وحدي وبس، كان لازم حرضك على أبوكي واستخدمك لحتى حقق خططي. بس جدان قدرت تتغلب علي ونجحت إنها تكسبك وتاخدك لصفة. أنا ما عم صدق، أنا اللي ربيتك وتعبت عليكي تاخدك قدان مني بهالسهولة؟ هذا الشي اللي ما عم بتقبله. أنتي لازم تكوني إلي وحدي وبس، عم تفهمي؟ لك تعرفي شو؟ ما تبكي، ما في فائدة من البكي. خلص أنا عم قلك ما تبكي،
ما تبكي، ما تخليني اتأثر، أنا كمان عندي قلب. هالشي بيوجعني. خدي تفضلي، ما تبكي. ما بحب شوف العالم عم يبكوا، هالشي بيزعجني وبيذكرني بالماضي تبعي. لا تتجرأي تبكي، اسمعيني منيح. أنا ما وقعت من المنحدر، نطيت من المنحدر قصداً. كانت خطة أزيت حالي لحتى أقدر أرجع أنتقم. أنت البديل عني، أنت وسيلتي لأوصل للنهاية. راح أهتم فيكي. أنت بتعرفي إنه هدول الناس معهم حق؟ ما فيني أتغير. ما بتظني إنه هنن بلا فهم وبلا عقل؟ هنن ما بيتغيروا. تعرفي مين هو اللاعب الأخطر؟ هو أنا أنترا، وأنا رجعت ودخلت هاللعبة مرة تانية. لهيك فكري بالشي اللي رح أعمله هالمرة منيح. أنتي بتعرفي أنتي المسؤولة بهالقصة، لهيك رح تساعديني لكمل قصتي. أنا وأنتي سوا رح نخطط ونحقق هدفنا وننجح، اتفقنا؟ بس يعني بهالمرة هاي رح خليكي انتي تقودي كل العملية. مبروك لأميرتي الحلوة. بتمنى تكوني عند ثقة أمك وما تخونيها أبداً. بتوافقي أمك هالحكي؟ مشان ندمر قصة حب جدان وأكشات للأبد، وهي الدخيلة جدان رح تطلع من هاد البيت، وكل أملاك جدان وأكشات رح يصيروا إلي أنا وياكي، وهن يطلعوا برا. هي ما رح تعرف حتى شو رح يصير معها لأنه اسمي بيدل على النهاية. إذا قررت تدمير كل شي بس فكري شو فيني أعمل هلأ. رح تعملي بالضبط كل اللي بقلك عليه. إذا فهمتي هزي براسك. يلا شو قلتلك هزي براسك؟ لا لا أميرتي، ما في داعي تبكي، تعي لعند الماما. شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير.